ده النادي الاهلي كله عنده مشكله دفاعيه. يلا بينا، انا كنت لسه هكلمك على الاهلي النهارده. مش دفاع النادي، مش دفاع النادي الاهلي. الاهلي النهارده فاز على النجم الساحلي فوز مهم جدا كنتيجه، ولكن الاداء فعلا ما كانش مرضي لمعظم الجماهير. اتفضل حضرتك بقى. بص بقى، اتفضل. احنا دايما متصورين ان احنا بنروح ماتشات صعبه، يعني فوره من سته. مين قال كده؟ مين قال ان الكوره فوره من سته وهنكسب بقى والماتش من اتجاه واحد يعني؟ والتاني جاي مسلم. مين قال كده يعني؟ صحيح. احنا عشان انت ما انتش راضي وانا مش راضي، وجمهور الاهلي ممكن يكون مش راضي على الفوز ده. بس ما تشوف النجم الساحلي لعب ازاي؟ مين اللي صعب الماتش؟ طيب لو ليه الماتش كان صعب على النادي الاهلي؟ وليه النجم الساحلي صعبه؟ مع ان النجم الساحلي النهارده في حاجات انا بستغرب ازاي ما عملهاش. فين الطرفين بتوع، فين الظاهرين بتوع النجم الساحلي اللي بيطيروا من الشمال واليمين وبيعملوا كرات عرضيه اللي بيميز بيها الشمال الافريقي؟ ليه النجم ما عملش انكماش وعمل هجوم مرتد وهجمات مرتده باستمرار، ويسرق يضحك علينا ويسرق كالعاده هدف ولا اتنين؟ ازاي ضغط في 6 و7 لعيبه في نص ملعب نادي الاهلي باستمرار؟ ازاي اجبر اجاييه علشان يدافع اكتر مما يهاجم؟ ازاي خلى اليو ديانج اللي هو لا ده هو نجم الماتش النهارده بنادي الاهلي، لانه عمل مجهود جبار، هو مين؟ هو والشناوي. ازاي هاني ما اشتغلش طول ال 90 دقيقه من ناحية اليمين؟ طب ازاي كمان علي معلول اشتغل في الشوط الاول شويه وبعد كده ما قدرش يشتغل، ما اشتغلش بتعليمات او من غير تعليمات في الشوط الثاني؟ النجم هو اللي عمل ده، نجم الساحلي فرض على الاهلي ده. الناس مش واخده بالها ان الاهلي في 12 مباراه في الدوري بتاعنا الجميل ده تعرض لخمس مباريات فيها مواقف دفاعيه ما تعرضلهاش في ال 12 مباراه، قدام الاتحاد السكندري وقدام الاسماعيلي وقدام وادي دجله وقدام المقاصه وقدام المولين العرب اخر ماتش. اما الاهلي تعرض لهذه المواقف الدفاعيه من في الخمس قدام الخمس فرق دي، كان في كان في كان في حاله تعب عشان يكسب اللقاء. عمل مجهود كبير عشان يكسب اللقاء، لان الاهلي مش متعود انه يتعرض لده. مين بقى الاهلي بقى؟ مش رامي ربيعه وياسر وايمن اشرف. الدفاع مهمه مركبه في الكوره دلوقتي. والهجوم مهمه مركبه. هو الناس تبص لليفربول يقول لك ايه ده؟ ده صلاح وفيرمينيو وساديو ماني، حاجه عظمه جدا. الثلاثه دول من غير السبعه اللي وراهم ولا حاجه. لو التلاتة دول بيلعبوا في فرقة تانية وما فيش معاهم السبعة اللي وراهم دول، مش هيظهروا بالمستوى ده.